خلونا نروح لخبر آخر. نقابة التمريض وتحديدا يعني نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض وعضو مجلس الشيوخ اتكلمت عن الإجراءات اللي نقابة التمريض اتخذتها للتسهيل على الأعضاء القدامى الحصول على المعاشات. كانت بتتكلم على فكرة انه مجلس النقابة كان بدأ أصلا من السنة اللي فاتت يطلع أو يصدر كروت ميزة، وكنا اتكلمنا عن كروت ميزة أكتر من مرة في هذا الصباح، فبنطلع كروت ميزة للأعضاء المحالين حديثا للمعاش، وده يمكن أكيد مش يمكن لاستخدامها في صرف المعاش بدل استخدامها بالبريد. صحيح، ده طبعا مع حرص مجلس نقابة على مواكبة خطوة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي وتقديم كل الخدمات النقابية للأعضاء بشكل سهل وبشكل يسير. على أي حال معنا على التليفون الدكتورة كوثر محمود نقيبة أو نقيب التمريض. دكتورة كوثر صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك في هذا الصباح. أهلا وسهلا دكتورة كوثر. مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك. عايزين نعرف، اهلا وسهلا، عدد المستفيدين من هذا التحول الرقمي لكارت ميزه في نقابه التمريض وايه المزايا اللي بيمنحها هذا الكارت؟ هو في الحقيقه احنا يعني قعدنا النظر في صرف التسهيل لصرف معاشات الاعضاء، لان احنا لقيناهم فعلا بيعانوا في حاجه في الصرف سواء كان من البوسطه او من البنك. احنا عندنا حاجة اسمها المرتد، ان هم لو ما صرفوش خلال فترة معينة بيرجع تاني المعاشات بتاعتهم فقط للنقابة، عشان يسموها بياخدوا فترة طويلة في الإجراءات ممكن 6 شهور. فالحمد لله كارت ميزة سهل عليهم ان هم يعني نجمع لهم المعاش بتاعهم كل 3 شهور ينزل في حسابهم الخاص يصرفوه في أي وقت يعني يحبوه، مش هيرجع مرتد تاني للنقابة. والمستفادين أكثر من 21,000 عضو على مستوى الجمهورية. بدأنا ببعض المحافظات وهتتعمم على كل المحافظات إن شاء الله. دول يا دكتور كل اللي طلعوا معاش ولا اللي طالعين معاش مؤخرا بتبدأوها دفعات ولا كله مرة واحدة؟ لا احنا بدأنا بدفعات حوالي من 5 ل 6,000، واحنا السيستم كله هيتطبق على 21,000 إن شاء الله. بدأنا محافظات إيه يا دكتور؟ احنا بدأنا بالمحافظات الصغيرة، احنا بنعمل زي الحكومة بالضبط المحافظات اللي نقدر نتحكم فيها زي بورسعيد زي جنوب سيناء زي شمال سيناء زي دمياط السويس، وهنبدأ بقى نخش على القاهرة الكبرى والمحافظات الأكبر حجما وعددا إن شاء الله. وده من امتى؟ يعني هنبدأ امتى في الصرف؟ لا ده خلاص احنا بدأوا. من الشهر ده الحمد لله بدأوا. الحمد لله يعني. نعم. وميزة كمان ان احنا غير ان هم هيصرفوا وهيتحط في حسابهم ويبقى سهل في اي وقت نجمع لهم المبلغ كل 3 شهور، لان احنا علينا المعاش الحقيقه من 2016 بقى 3 أضعاف المبلغ، فيعني يحسوا ان في يعني حاجه محترمه كده يقدروا طبعا يعني طبعا تساندهم حاجه بسيطه، طبعا حقهم من نقابتهم يعني وواجب علينا ليهم يعني. عايزين نستغل وجود حضرتك معانا على التليفون يا دكتور نسالك بصفه عامه كده، يعني بعيدا عن كارت ميزه وصرف المعاشات أفضل. يعني بصفه عامه كده اوضاع التمريض في مصر ايه؟ هل يعني كان في فتره من الفترات كان في كلام على انه عندنا نقص في الاعداد، محتاجين اعداد اكتر، هل الامور كلها مشيت كما يعني كان مخطط لها؟ بشكرك على السؤال ده. هو احنا في وزاره الصحه عاملين وزاره التعليم العالي خطه لزياده، احنا كان عندنا حوالي من 4 سنين 60,000 او 64,000 بالتحديد عجز ممرض وممرضه على مستوى الجمهوريه. ده رقم كبير قوي يا دكتور، يبقى في عجز كده. الحمد لله النهارده اقل من 10,000، يعني الدفعه الجايه دي هتغطي لنا. عايزه اقول لحضرتك احنا كنا بنفتقد بشده الدعم السياسي اللي احنا الحمد لله يمكن من يعني فتره كورونا بقى بوجود الرئيس عوضنا الفترة اللي فاتت، وده في الحقيقة أدى إلى إقبال شديد وإظهار الدور الإيجابي للتمريض الفترة صحيح. اللي فاتت وطلوع الرئيس بنفسه وإشادته بدور التمريض إداهم دفعة إيجابية جدا. وما ننساش برضو التصريحات اللي كانت الأسبوع اللي فات زيادة الحوافز لكل الغير المخاطبين بقوانين خاصة منهم صحيح. التمريض ومكافأة الامتياز يعني اللي كان بياخدها الأطباء فقط، وكانت عامله برضه في الحقيقه من بدايه كورونا ويمكن قبل كده بشويه. دكتوره كوثر كنا لما بنتكلم عن الرعايه الصحيه بنتكلم عن الفرق الطبيه، ما بنتكلمش عن الاطباء فقط. انا بقول لك من ساعه وجود الرئيس واتعمل عام للفريق الصحي واتعمل عام دولي للتمريض ومسانده الرئيس، في الحقيقه لا الدنيا اختلفت يعني صحيح. الحمد لله زي ما مصر كلها اختلفت
زي ما بنقول في المظهر والجوهر، احنا حسينا بهذا الاختلاف في مهنه التمريض، واحنا كمان كمواطنين حاسين ان في اختلاف. كنت عايز اتكلم عن النقطه دي برضو يا منى، ثقافه التعامل مع التمريض تغيرت كتير باهتمام الدوله واهتمام المسؤولين، وبعد لدرجه جائحه كورونا بعد طبعا يعني بعد جائحه احنا كورونا احنا يعني عرفنا قيمه الفرق الطبيه في مصر حتى المواطن في الحقيقه. احنا بنتكلم عن كمواطن دلوقتي الثقافه عموما، لدرجه قبل كده مثلا كان في معهد تمريض، دلوقتي بقت كليه تمريض وبقت في منافسه كبيره اثنين بس، الاقبال والمنافسه شديد. كتير انا بتكلم على دي إن لو احتاجنا 1000 بيجي لنا 10000 عشان نختار منهم الشروط اللي موجوده، وده دور يعني انا مقتنع ده دور الاعلام ان هو غير هذه الثقافه للتمريض وكيفيه التعامل مع الممرضين ونشر هذه الثقافه. الدائره الطبيه او خلينا نقول العمل الطبي مش مقتصر فقط على الاطباء، على اهميه الاطباء طبعا، لكن ايضا التمريض والعماله حتى الموجوده في المستشفيات وفي الخدمات الصحيه او في الاماكن الصحيه المختلفه. على حاله دكتوره كوثر محمود نقيب التمريض، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح. شكرا جزيلا، نورتينا يا دكتور، شكرا ليكي.